السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. على خلقك وزنة عرشك وامداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله هتكون حلقة تعليمية، ولكن مبدئيا أتمنى حضراتكم ما تنسوش تشكروا ربنا صلى الله على حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. النهاردة بفضل الله هنتكلم عن فوائد التهوية للغنم، ان هم يخرجوا في الشمس. كل العوامل البسيطة دي بتفرق مع حضرتك في التسمين، بتفرق مع حضرتك في عدم ظهور الحشرات، بتفرق مع حضرتك في عدم ظهور الامراض. طيب هنقسم حاجة حاجة كده بسيطة. انا دلوقتي واحد عايز اعمل مشروع تسمين اغنام، تمام كده، عندي مثلا وليكن أوضة فوق السطح متسقفة ومغلقة، ولكن ما عنديش إمكانية إن أنا أخرجهم بره الأوضة ديت عشان مفيش سور زي كده، مفيش أي مشكلة. ولكن أبسط شيء ممكن أقوله لحضرتك إن أنت تعمل فتحات تهوية. فتحات تهوية يخش منها هواء ويخش منها شمس جوه، تمام كده. لان الاوض المغلقه اكبر مكان ممكن يظهر فيه البراغيث، اكبر مكان ممكن يظهر فيه الحشرات، زائد طبعا الالتهاب الرئوي بسبب ريحه الامونيا. ريحه الامونيا اللي الناس مش عارفاها، اللي هي مطرح ريحه البراز والبول بتاعهم، الحمام بتاعهم بالبلدي. لما يكون المكان مغلق مفهوش تهوية، طبعا هتلاقي التهاب العين ظهر. التهاب العين دوت لو اتساب وانت مخدتش بالك منه، لو مفيش متابعة، طبعا بيؤدي للعمى، بيبقى فيه غشاء ابيض كده على العين، وانت لو ملحقتوش مع الفترات الطويلة بيسبب عمى للغنم، تمام كده. فعشان كده يا جماعة لازم التهوية الجيدة، التهوية الجيدة للمكان. زي ما حضراتكم شايفين كده الخرفين دول خرفين تسمين، تمام. يوميا لازم يخرجوا للشمس شوية، طبعا واخدين جميع تحصيناتهم، سواء ايفوماك، سواء تجريه للديدان، سواء كوفاكسين 10 امراض، كل الكلام دوت. ولكن لازم يخرجوا للتهوية يوميا. انا بقى لو ما عنديش سور زي كده او مكان بره في الشمس، اقل ما فيها ان انا اعمل لهم فتحات تهويه للمكان بتاعهم. وده وليكن هنقول الاوضه اللي انت هتربي فيها لازم يكون داخلها شمس زي كده او تهويه. حتى لو مش داخلها شمس، ابسط شيء التهويه، زائد طبعا تعقيم المكان. فاحنا اتفقنا وقلنا قبل كده ان احنا لازم نبعد الغنم شويه ونعقم المكان كله بالجاز، حيطان وارضيه وكله اهو. هتجيب جاز اللي هو السولار بتاع العربيات، مش بنزين، جاز. ركزوا عشان البنزين لا قدر الله لو حد مولع سيجاره يعني هتشوي الخرفان صحيح، فربنا يستر على حضراتكم. الجاز اللي هو السولار، وترش، ما تحطش ميه، يبقى جاز خام في البخاخه، وترش الارضيه كلها بالجوانب بالحيطان كلها عشان تتجنب ظهور البراغيث. البراغيث يا جماعه، البرغوث الواحد اقسم لكم بالله يعني بيفقس بالالف، بيفقس في انت متخيل يعني برغوث واحد بيفقس، هما بقى بيبقوا مجموعه كبيره جدا. عشان تتجنب كل المشاكل ديت لازم تعقيم المكان والتهويه الجيده. طيب هنتكلم بقى عن فوائد الشمس شويه. طبعا كلنا عارفين ان اشعه الشمس بيبقى فيها فيتامين د، تمام كده، اللي هو الكالسيوم. فعشان كده دايما لازم تخرج، لو انت مزرعة او عندك امكانية انت تخرجهم في الشمس، خرجهم يوميا شوية زي كده يقعدوا في الشمس. الخرفان ذكية جدا، يعني الخرفان ذكية جدا، لما بتمتص اشعة الشمس وخلاص بتكتفي بيها بتقوم تقعد في الظل، ما تفضلش قاعدة في الشمس لو انت خايف ان هم يجيلهم مثلا يعني اجهاد حراري او كده. فالخروف مش غبي، الخروف ذكي جدا.
طبعا ده بيفرق في التسمين فوق ما تتخيل. ان الخروف كل يوم يخرج يتهوى في الشمس ديت ويتحرك بتفرق في معدل التحويل جامد جدا 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 فوق ما تتخيل. فياريت نعمل كام حاجة البسيطة ديت عشان ربنا يكرمنا ونطلع احسن خرفان لحم. واخيرا حاجة اقولها لكم قبل ما ننهي الحلقة بتاعتنا، الناس اللي بتربي فوق سطح المنازل ما ينفعش ان انت تربي على المسلح، لازم تسيب طبقة ترابية، طبقة تراب تمام او نشارة، طبقة تراب او نشارة عشان الخروف ما يتكسحش منك. الرطوبة بتاعت الارض بتطلع على الرجل بتاعت الخروف وبتطلع على بطنه وهو قاعد، طبعا بتقلب باسهال، الكوليستيريا بتنشط في كرش الخروف، كل الكلام دوت. وبالاخص لو خرفان مش متحصنة، بالاخص لو خرفان مش متحصنة تحصين العشر امراض بتموت. لكن الخرفان المتحصنة الكوليستيريا بتنشط وبيجيلهم شوية برد، ولكن حقنة مضاد حيوي بتنهي الكلام ده كله في وقتها. فربنا يسترها عليكم جميعا. فربنا يسترها عليكم جميعا عائلات المزرعة البيتي اللي انا بحبهم في الله. واتمنى ان يكون الحلقات التعليمية حضراتكم استفادوا منها، عشان ده يهمني جدا. حتى لو استفدت بحرف واحد اتمنى لحضرتك ان انت تدوس لايك وتدعمنا بتعليقك الجميل، تثبت بيه حضورك معانا عشان نقدر نشوف الناس اللي بتابعنا الجمال اللي انا بحبهم بيحبونا. اتمنى وربنا ان نرزقكم يا رب الخير كله، واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة تعليمية جديدة وفي عروض جديدة من قناة المزرعة البيتي. ما تنسوش خروج الخرفان في الشمس عشان بتخلي العظم، بيخلي الخروف واقف، بيبقى ما شاء الله حاجة كده، يعني حاجة تشرح القلب. اشوفكم ان شاء الله على خير. كان معكم محمد مصطفى من قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.